والآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال ومصطفى ميزار. شكرا صحر وشكرا دينا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة من شاشة القناة الأولى. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأمانات الاستثمارات اليابانية في مصر لتصل إلى 73.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 37.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 98.7%. كما أظهرت البيانات بلوغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين 1.1 مليار دولار خلال عام 2022، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى اليابان 260.8 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من اليابان نحو 888.5 مليون دولار خلال عام 2022. أعلنت محافظة سوهاج عن انطلاق موسم توريد الأقماح المحلية للعام الجاري 2023 بعد انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال الأقماح الجديدة بصوامع وشؤون المحافظة. هذا وقد رفعت المحافظة السعة التخزينية للأقماح في هذا العام لتبلغ 152 ألف طن، بينما قامت الحكومة بزيادة أسعار توريد أردب القمح في هذا العام ليتجاوز الأسعار العالمية للقمح، حيث وصل سعر توريد أردب القمح هذا العام 1500 جنيه مع صرف المخصصات المالية للمزارعين والموردين خلال 48 ساعة من تسليم المحصول. بالنسبة للأسعار الحمد لله أسعار السنة دي محددها الوزارة أسعار ممتازة بزيادة قدرها 70% عن العام الماضي، الدرجة 23.5 ب1500 جنيه، وطبعا إن شاء الله موسم خير على الشركة وعلى مصر بصفة عامة إن شاء الله، والحمد لله طبعا الموسم خير والإنتاجية عالية الحمد لله. تم الاستعداد الشامل للموقع عن طريق أعمال النظافة والتبخير للصوامع وتجهيز لجنة الاستلام وفتح الموقع بمحاضر فتح للاستلام الأقماح المحلية وجاري الاستلام من الموردين، والأمور منتظمة والتوريد إن شاء الله بإذن الله يكون مبشر إن شاء الله، الاستلام شامل إن شاء الله بإذن الله وفقا للقرارات الوزارية المنظمة اعتبارا من ميعاد فتح موسم الجمح المحلي حتى يوم حتى يوم 30/8 إن شاء الله بإذن الله. توقعت وزارة الفلاحة المغربية أن يصل محصول الحبوب للعام الحالي إلى 5.51 مليون طن بزيادة تصل إلى 62% عن العام الماضي. هذا وقد أوضحت الوزارة أنها تتوقع حصاد 2.98 مليون طن من القمح اللين و 1.18 مليون طن من القمح الصلد و 1.35 مليون طن من الشعير. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في آخر تداولاتها الرسمية بعد صدور بيانات أمريكية أظهرت تراجع إنتاج النفط الخام وفي الوقت ذاته زيادة الطلب على الوقود. هذا وقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 1.5% إلى 79 دولار و54 سنتا للبرميل، أما خام غرب تكساس الوسيط فزاد هو الآخر بما نسبته 2.7% ليصل وتصل قيمته إلى 76 دولار و78 سنتا للبرميل. كذلك صعدت أسعار المازوت العالميين هي الأخرى أيضا بما نسبته 92% لتصل إلى 2.37 دولار للتر، وارتفعت كذلك أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.34% لتسجل 2.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال كلاوديو ديسكالاتسي الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الإيطالية إيني قال إنه لا يتوقع حدوث أي صدمات كبيرة في أسواق الطاقة في هذا العام.
أضاف ديسكالاتي أن واردات الغاز الروسي هبطت إلى الصفر تقريباً بفضل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة الأمريكية والعقود الجديدة مع عدد من الدول الإفريقية. كانت إيني الإيطالية قد أعلنت أن صافي ربحها في هذا الربع الأول من العام الجاري هبط بنسبة 11% على أساس سنوي بسبب تراجع أسعار النفط والغاز. أكد رئيس الوزراء اليوناني كارياكوس ميتسوتاكاس أن حكومته اتخذت خطوات مهمة لخفض الدين الوطني وجذب الاستثمارات وخلق وظائف جديدة ودعم الأسر، وأن البلاد تحتاج إلى البقاء على هذا المسار لتحقيق الانتعاش الاقتصادي. أكد رئيس الوزراء اليوناني أن التضخم ليس ظاهرة يونانية فقط، وهناك ضغوط يعاني منها المواطنون، مشيرا إلى أن الحكومة دعمتهم من خلال خلق حيز مالي جديد. وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، ونعود لاستكمال ما تبقى مع دينا وسحر.